لفي وقت طلع المخرج هادي الباجوري قال كلام ليبرالي ناس كتير تتفق عليه، لما قال انه انا ما عنديش مشكله ان انا تبقى زوجتي ممثله، وما عنديش مشكله ان زوجتي تعمل اي شكل من اشكال الادوار حتى لو ادوار ساخنه او كذا. الدنيا اتقلبت عليه. طلعتي انت على طول صرحتي بالانفصال اللي ما كنتوش مصرحين بيه. كنتي بتفضي الاشتباك وبتنزليه من على المسرح، ولا كنتي بتبعتي له رساله ما تتعشمش في رجوع؟ صدقيني نفسي اتكلم. من الحاجات اللي اتغيرت فيكي انك ما بقيتيش من الحاجات اللي اتغيرت فيكي انك ما بقيتيش تحبي صراحة. البيوت اسرار، بيوت والعلاقات الـ 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 يعني العلاقات الزوجيه والحاجات دي. انا تربيت. ايوه اسرار البيوت، اسرار البيوت مش ندوه صحفيه وتويتر، دي مش اسرار البيوت. اللي يطلع على تويتر يعني اللي انا اكتبه عندي على تويتر او على اي سوشيال ميديا اكاونت ده مش سر، انا طلعته وما بقاش سر. انا اعلنت ان احنا اتطلقنا بالظبط. اه وهو وقتها كان قايل تصريحات معينه ليها علاقه بزوجته. طيب فالاثنين حصلوا مع بعض، فبسالك كان قصدك ايه؟ انا ليه انا قصدي حاجه؟ ده ترتيب من عند مش ربنا. مش قصدك حاجه؟ ده ترتيب من عند ربنا. لا طبعا مش قصدي حاجه، كل حاجه جت في وقتها وكانت مترتبه من عند ربنا مش من عندي. الناس وقتها قالوا ان تصريحه تسبب في طلاقك. ما هو عشان كده ما ينفعش ارد عليك، لان انا لو رديت على السؤال ده يا منى هكون انا بحكي قصه كبيره قوي هي ما تنفعش تتحكي، لانه البيوت. طب ما تقولي اه او لا، ليه لازم تحكي قصه؟ اقول ايه؟ قولي لي. قولي ما كنتش بفض اشتباك او قولي كنت بفض اشتباك. اه اوكي. الموضوع صغير قوي، انت مكبراه جامد. انا بس انت كبرتي يعني الموضوع قوي. انا بس مش عارفه اقول ان انا بفض اشتباك يعني لانه هو ولا كنت بفض اشتباك ولا كنت بزود اشتباك ولا كان الموضوع ليه علاقه خالص باي اشتباكات. ما حسيتيش ان الوقت ما كانش مناسب لخروج الخبر، وخصوصا انه كان متخبي بقاله فتره طويله؟ فرقع في وشه. ربنا ربنا. بصي والله العظيم كل حاجه بتحصل للواحد في حياته مترتبه، حتى لو هو اللي اختارها.